سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مرحبا مرحبا بكم في القناه ديالي. سعيده بلقياكم مره اخرى في واحد في يوم جديد وطبيعه الحال وصفه جديده ان شاء الله. عندي هنا واحد الدجاجه حبيت نشاركها معكم، بغيت نديرها بالدغميره ان شاء الله. المهم طبيعه الحال الدجاجه راه مغسوله منقيه مرقده في الملحه والعصير ديال الرنج. المهم حنا اكثر اغلبيه كنديروا عصير الرنج، كيعطي واحد الذا مميز احسن كاع احسن حتى من الحامض. وندوزوا مباشره لطريقه تحضير ان شاء الله. كنديروا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال القزبر المعدنوس قطعين رقاق، واحد ربع الفصوص ديال الثومه، الحامض مصير غير داك الدخلاني غير داك اللب ديالو الدخلاني نقطع مزيان، واحد معلقه كبيره ديال السمن، السمن هذا سمن الحار، شويه ديال الكركم ولا الخرقوم باش كيعطي اللون، واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار ولا الفلفل الاسود، واحد المعلقه كبيره واحد المعلقه صغيره عامره ديال الزنجبيل ولا ديال السكينجبير لان الدجاج كيسوى حتى مع الزنجبيل السكينجبير، والملح بطبيعه الحال ولكن الملح ما تكثروش راكم عارفين السمن مالح والحامض المصير حتى هو مالح، كندير واحد شويه وصافي ومن بعد كنشوفوا الا لقينا الملح ناقصانه كنزيدوا. كندير واحد شويه ديال العصير ديال الحامض غير شويه ماشي بزاف، واحد المعلقه ولا جوج ديال الزيت كبار ديال الزيت، كنبداو نخلطو باش داك العناصر كلها كتنسجم خصوصا السمن لان السمن دابا شي شويه قاصح مع البرد. كنزيدو شويه ديال الماء، دابا غنزيدو نشرملو الدجاجة، كندخلو التشرميلة من الداخل مزيان، كندخلو هنا فهاد البلايص بين الجلدة واللحم، المهم كنشرملوها مزيان كندخلو بين الجلدة واللحم مزيان باش كتشرب مزيان، سهلة ماشي شي حاجة صعيبة، كنظن الكل كيعرف يدير هاد الخطوة هاد العمل. كنبداو نديرو لا شي تفليحات هكا في الصدر، شفتو في الصدر غير باش كتشرب مزيان الشرم ولا الدجاجه، هي اصلا راها مرقده مزيان في الملح والرنج. المهم كنخليوها كترقد تقريبا هكا واحد الساعه ونص ولا جوج سوايع، هي من الافضل خليوها ليله كامله ولكن انا ما عنديش الوقت تقريبا نخليها انا تقريبا غير شي ساعه وصافي، ولا بغيتو خليوها حتى جوج سوايع ثلاثه السوايع ومن بعد غندوزو عاوتاني الطريقه ديال الطياب ديالها ان شاء الله. نتلاقاو بعد قليل ان شاء الله. من بعد ما رقدنا الدجاجه مهم المده كل واحد على حسب المده اللي كافيه عنده، انا تقريبا نديرها شي ساعه ونص ملي رقدتها ما عنديش الوقت خصني ضروري نصب، دابا غندوز مباشره للنصيب. كندير واحد القياس واحد هكا تقريبا نص زلافه ولا بصله كبيره هكا مشلضه مع شي جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، انا خلطتهم كنديرهم، واحد الكاس كبير ديال الزيت الزيتون ولا اللي بغى يجمع بين زيت الزيتون وزيت نباتيه، كاس كبير ومن بعد غنشوف الا لقيت راسي خصني نزيد غنزيد شي نص كاس ولا شي ربع كاس ان شاء الله. وكندير الدجاجه ديالي غنديرها في الكركوت ولكن ما غاديش نبلع عليها الكركوت، من بعد غنضيف عليها داك الشرميله،
الدجاجة طبيعة الحال كنديرو على الصدر ديالها، لأن يعني الصدر ما كيطيبش دغيا، وكنرويو بسم الله. تقريبا كنفوتو النص، ما تبقى من البصلة غنضيفوها من بعد. غنديرو واحد جوج عويدات ديال القرفة، غير جوج عويدات صغار، وغنديرو على البوطة تغلي. دابا درنا الطنجرة على البوطة على النار كتغلي، غنخليوها مهم حتى كتغلي وغنرجعو ان شاء الله. الطنجرة ديالنا ها هي غلات، غناخد واحد القاب ولا المهم عود ديال الشوا ولا ديال الفرن، كنبقاو نتقبو به داك البلايص اللي كيتنفخو من الدجاجة، خصوصا الجهة ديال الفخاد وجهة ديال الصدر، باش ما كتفرقعش الدجاجة. المهم كنخلي الدجاجة كتغلي وكطيب على البوطة، ومرة مرة كنبقاو نقلبوها غير شوية وكنراقبوها حتى كطيب. دابا غنضيف الزعفران شعرة باش كيطلق لنا اللون. اللي بغى يضيف الملون الغذائي اللي كنقولوا له الزعفران يضيفه، يعني ما بغيش نضيفه كنخليه، من الاحسن من كيكون داكشي صحي من الاحسن. كنحاولوا ما امكن، هي ماشي كاع صحي صحي، ولكن ما امكن كنحاولوا يكون كلشي صحي. كنبقاو المهم نستمروا على هذا العمل، نخليو الطنجره كطيب، كنحركوها مره مره حتى كطيب، ومن بعد كنزولوها وكنضيفوا البصله. البصله كتكون بزايد على حسب الكميه الدغميره اللي باغي كل واحد. كنغطيو الطنجره ولكن ما نغطيوهاش كاع كامله، نخليوها شي شويه هكا مفتوحه باش ما كتفرقع عندناش. المهم في هذه الاثناء اللي الطنجره كطيب، غندير هاد الكبيده، غندير هاد تطيب شي شويه غير باش تزول من هذاك الزفوره، غنسلقها واحد شويه. انا عندي غير وحده، اللي عنده 4 5 6 يدير. المهم انا شريت غير دجاجه عطاتني غير وحده، اصلا حتى الكونجيلاتور ما عنديش فيه، ولكن عندي القنيصات، لقيت القنيصات كاينين في الكونجيلاتور، غنديرو مع هاد الجنيه حتى هما غنديرهم. غنضيف شويه ديال الخل، المهم غير باش كتزول داك الزفوره وصافي. وكندير الماء وغنخليها تسلق هكا غير شي شويه، ماشي بزاف، خليها تسلق شي شويه وصافي، ومن بعد غنستعملوها. الدجاجه ديالنا ها هي نتوما كما كتشوفوا راه قريبه تطيب صافي. دابا غنضيف داك القنيصات مع داك الجنيوحات، نخليهم حتى هما يطيبوا مع الدجاجه صافي. ونخليو الدجاجه تطيب حتى تكطيب، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله باش نحيدوها باش تدخلوها للفران. صافي الدجاجه ديالنا ها هي طابت، دابا غنحاولوا نزولوها باش غندخلوها ان شاء الله للفران. هي طابت مزيان، دابا غنزول داك العويد القرفه اللي درت في الاول. كنظن انا هنا غنزيد شويه ديال الزيت، غنزيد تقريبا غير واحد ربع كاس ما كامل هكا ديال الزيت. وغنضيف البصله بطبيعه الحال، صافي. غنستمروا هكا كنحركوا، نبقاو نحركوا ملي تقلى لنا المرقه صافي، ما يبقاش داك الماء ينشف، غنبقاو نحركوا كل مره بشويه باش ما تلصقناش داك الدغميره. غنضيف حتى داك الكبيده اللي كنت درتها في الاخر، درتها طيب شويه واحد دقيقه ولا جوج دقائق. القنيصات راهم عندي هنايا حتى هما مازال ما طابوا، خصهم يزيد واحد شويه صافي. نستمروا هكا حتى كتقلى لنا الدغميره مزيان، كتبقى غير الماء، كتبقى يا ربي غير الزيت، وكتحمر شويه هكا كتولي بنيه، ما كتبقاش اللون ديالها هكا صفر وصافي. وداك الساعه ان شاء الله نتلاقاو باش نوريو باش ندخلوا الدجاجه للفران. دابا مهم، دابا غندهن الدجاجه بالزبده، زدت لها شويه ديال التحميره وشويه ديال الكيتشوب، وانا ندخل الفران. من بعد الكيتشوب والتحميره غير باش كتجي حمر، غير باش كتزيد تحمر مزيان وصافي. اللي بغى يكتفي غير بالزبده يكتفي غير بالزبده.
دابا الجو بارد زعما ما كتبغيش تذوب. صافي المهم غندخلها للفران غتحمر ونتلاقاو باش نشوف التقديم النهائي ديال الدجاجه ديالنا بالضميره. بعد ما خرجنا الدجاجه من الفران تحمرت، ها هي شوفوا الشكل ديالها كي داير زوين كيشهي، شوفوا الضميره ها هي حتى هي هاي واقفه غير الزيت. هانتوما دابا غنصايب غنمونطي بسم الله. هذا عشاء بسيط وصافي غير العائلة ديالنا غير بيناتنا، جويجة كتكفي صافي بركة. غنزوقو بالهريسة، أنا ما درتش في الأول الهريسة البنات محيت على حساب أن الوليدات الصغار ما كيقدروش ياكلوا الحر، ما بغيتش ندير الهريسة في الأول، درتها دابا في الدسيين. بسم الله كنزوقها عاتاني بالبيض. الحامض مصير والزيتون، الزيتون مرقد. كاين اللي كيدير الزيتون من بعد ما كيتقلى الشرل، من بعد ما كتقلى الطنجره باش كتاخذ داك اللوغو ديالو، ولكن انا من الاحسن كنفضل يكون اللوغو ديال الاصلي ديال الزيتون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا بالضغميره. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تروق تنال الرضا ديالكم، وما تنساوش تدعموني بسبسكرايب وبارطاج واللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.